حياكم من جديد مشاهدينا والأخبار والمنوعات. اليوم الأخبار مولعة عندنا. أول خبر لفتاة الكونغ فو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا هذه الفتاة اللي راح نشوفها في هذا الفيديو ما شاء الله تبارك الله عمرها 9 سنوات، ويعني في فنانة في ممارسة رياضة الكونغ فو، وحققت انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث تبرز اللقطات المصورة مهاراتها المثيرة للإعجاب، والكثير بعد ما شافوا هذا الفيديو وصفوها بالمحترفة على الرغم من صغر سنها. أنا عندي فضول كذا شوي في هذا الفيديو بعد ما شفت هذا الأداء وهذا الاحتراف في الأداء. ما شاء الله، من كم كان عمرها لما كانت تتدرب وبدت في هذه الرياضة؟ أتوقع أنها بدت وأهلها خلاها تبدأ في عمر صغير جدا، لأنها 9 سنين، يعني أتوقع لما كان عمرها 5 سنين. عموما راح أبحث في الموضوع بعد كذا وحقول لكم، بس حقيقي فنانة فنانة، ما حد يقدر يختلف على هذا الشيء. إلى أيضا خبر آخر، وإلى ديزني. أعلنت شركة ديزني تقديم نسختها الجديدة من فيلم The Little Mermaid Life وحورية البحر بمناسبة مرور 30 عام على إطلاقه لأول مرة. سيتم دمج العروض الموسيقية الكرتونية مع العروض الحية، وسيحتوي هذا التنسيق على مجموعات وأزياء مع موسيقى من فيلم الرسوم المتحركة الأصلي. ومو شيء أبدا بعيد عن ديزني، دائما ديزني تبهرنا بأبرز الأفلام الكرتونية والأفلام الواقعية أيضا. صراحة مبدعين مبدعين فعلا، وكلنا مترقبين إصدار هذا الفيلم. إلى خبر شوي مثير للإشمئزاز، يعني اللي راح يقرف لا يسمع يوطي الصوت. جدار العلكة أو جدار من العلكة المضموغة، مين فيكم شافه في سياتل الأمريكية تحديدا، اللي صار معلم للزوار ومعلم شهير جدا ومثير، لكنه بالنسبة لي صراحة يبدو مثير للإشمئزاز. عبارة عن جدار في أحد الأسواق، هذا الجدار مغلف بأكمله بالعلكة المضموغة الممضوغة من قبل الزوار، وهذه العادة بدت معاهم في بداية التسعينات. ليعلن المسؤولون عن السوق الموجود في هذا الجدار عام 1999 ميلادي أنه بات معلم سياحي وكسب شهرة وشعبية كبيرة جدا. ما أعرف صراحة ليش، ما أعرف، لا حد يسألني. يعني أتوقع من هذا من أغرب الأشياء اللي ممكن نسمعها في العالم، أو أغرب المعالم الموجودة عندنا بالعالم، اللي ياكل علكة ويمضغها يجي هو طفشان يحطها في الجدار. ما فهمت البوينت، ولكن فعلا من أغرب الأشياء اللي ممكن نسمع عنها. نجي ل يعني 90 ثانية لأقصر رحلة طيران في العالم ممكن تسمع عنها في حياتكم. برضو هذا أتوقع من الغرائب. كشفت صحيفة ذا سان البريطانية بأن أقصر رحلة طيران في العالم تستغرق 90 ثانية فقط من الإقلاع إلى الهبوط. يعني ولا عدت دقيقة ونقطة، يعني دقيقة ونص تقريبا. وهي موجودة في المملكة المتحدة، ويبلغ طول الرحلة يعني 1.7 ميل، وتجري الرحلة بين جزر ويستري وبابا ويستري في اسكتلندا. ويرجع قصر الرحلة أن البحار اللي تفصل هذه المناطق عن بعضها قاسية جدا مثل ما أنتم شايفين، فالأفضل أن يروحوها بالطيران، واللي تعتبر بالنهاية أقصر رحلة دولية أو محلية في العالم. وبكذا خلصت أخبارنا لليوم، ولكن رح ناخذكم في جولة أدبية، جولة جميلة لكل الشباب والبنات اللي يحبوا القصص المصورة، واللي مثلي تحديدا، والقصص اللي تكون فيها رسومات جميلة، فما تملوا أبدا أتوقع. فناخذكم